أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة السابعة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية. إليكم أبرز العناوين. متحور مارسيليا، سلالة جديدة من كورونا ورقم قياسي جديد بالولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل مليون إصابة. تجدد المظاهرات في السودان، البرهان والمبعوث الأممي يؤكدان ضرورة تعيين رئيس وزراء جديد، والجامعة العربية تدعو إلى الحوار. الأسير هشام أبو هواش ينتصر على الكيان الصهيوني في معركة الأمعاء الخاوية بعد نحو 5 أشهر من الإضراب عن الطعام. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. بداية، أعلن معهد مستشفى جامعة مارسيليا للأمراض المعدية عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا. من جانب آخر، أعلنت جامعة جونز بوكسنج أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من 1 مليون إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد. سلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا بتركيبة مستحدثة تضم 46 طفرة، أعلنت عنها مجلة تعنى بشأن الطبي بعد إصابة 12 شخصا بها وخضوعهم لدراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية بالمدينة. وأظهرت الدراسة أنه تم لأول مرة كشف هذا النوع الجديد من فيروس كورونا شهر نوفمبر الماضي لدى شخص عاد من الكاميرون. وفي تطور سريع للوضعية الصحية في فرنسا، أعلن وزير الصحة عن بلوغ عتبة 300 ألف إصابة بالفيروس يوميا، ما ينذر بخطورة الوضع واحتمالية تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية أكثر رغم ما تفرضه فرنسا من قيود للحد من انتشار الفيروس منذ بداية الجائحة. هذا وأبدت السلطات الفرنسية تخوفها من الانتشار السريع للمتحورات الجديدة على غرار دلتا وأوميكرون، وهو ما سيزيد من الضغط على المستشفيات والأشخاص الذين يحتاجون الرعاية الاستشفائية. حصيلة قياسية عالمية أخرى عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية بتجاوزها 1 مليون إصابة بكورونا. يأتي ذلك بعدما حذر كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في البلاد من ارتفاع شبه عمودي في الإصابات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد أسابيع قليلة. بريطانيا هي الأخرى، حيث حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن نظام الصحة في البلاد سيظل تحت ضغط لأسابيع وسط تفشي العدوى، مشيرا إلى أنه لا إجراءات مشددة ستتخذ قريبا رغم تسجيلها حصيلة يومية تجاوزت 200 ألف حالة. العالم اليوم انتقل من تحدي القضاء على فيروس كوفيد-19 إلى مواجهة المتحورات الجديدة التي لا تقل خطورة عن الفيروس الأصلي، وهو ما أرهق مخابر البحث والعلماء في إيجاد العلاج المناسب أو حتى التقليل من خطر الإصابات. إلى ذلك، أكد الدكتور زاهر سحلول، أستاذ مساعد في الأمراض الصدرية في مستشفى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، في تدخل سابق عبر خدمة سكايب أن المتحور الجديد مارسيليا يعرف طفرة جينية عن الفيروس الأصلي، مما يجعله أكثر قابلية للانتشار ومقاومة للقاحات. المتحور معناته طرأ تغيير جيني للفيروس، جعل من تركيبته مختلفة عن الفيروس الأصلي، الفيروس البري الذي ظهر في الصين. وهذا المتحور الجديد في مارسيليا، ربما صدر من الكاميرون أو من دولة أخرى، هو متحور فيه تغييرات جينية 46 طفرة أو تغيير عن الفيروس الأصلي، مما يجعله ممكن أكثر قابلية للانتشار أو أكثر مقاومة للقاحات، كان يؤدي إلى زيادة خطورة المرض. لا نعرف هذه المعلومات عن الفيروس حاليا. إلى السودان، أين خرجت مظاهرة جديدة للمطالبة بحكم مدني، هي الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي التقى بدبلوماسي أمريكي، أكد أن أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع القوى السياسية.
عود على بدء، هكذا هو المشهد في السودان. فالفراغ الذي تركه رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك غذى الشارع المحتقن أصلا. الاحتجاجات تجددت رافضة استمرار مجلس السيادة في إدارة المرحلة الانتقالية. مطالب المتظاهرين لم تتغير، وأبرزها انسحاب الجيش من الحياة السياسية وتسليم السلطة للمدنيين. السلطة القائمة ومنذ إعلان حمدوك الرحيل شرعت في نشر قوات الأمن وأغلقت المزيد من المنافذ المؤدية إلى العاصمة الخرطوم. الطرف الذي يلقي عليه المحتجون باللائمة يبدو أنه موقن باستحالة ترك المكان، ترك السلطة. فالمبررات التي لديه تدور حول الخوف على مصير البلد إن غاب الساسة والجيش من المشهد. ربما ذلك ما دفع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ليؤكد مجددا أن أبواب الحوار ستظل مشرعة أمام جميع القوى السياسية، وأنه لابد من مرحلة انتقالية يحميها الجيش تنتهي بتنظيم انتخابات نزيهة تعكس تطلعات الشعب. المواقف الدولية لم تتغير أيضا، فالبعثة الأممية والقائم بأعمال السفير الأمريكي في الخرطوم طالبا بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة السودانية واستكمال بناء السلطة الانتقالية. يجري كل هذا في خضم بحث مجلس السيادة عن رجل آخر يخلف حمدوك تحت مسمى حكومة كفاءات بمهام محددة يتوافق عليها السودانيون، غير أن الأسئلة الكبيرة لا تزال بلا إجابات. إلى أين يمضي البلد؟ في ليبيا وفي وقت لم تتقدم العملية الانتخابية بخطوات ملموسة لحد الآن، تتوالى مقترحات إنقاذ المحطة السياسية ضمن لقاءات ومشاورات تعقدها المستشار الأممي ستيفاني ويليامز مع مكونات مدنية ورسمية. هل تكون نهاية الجدل حول الذهاب إلى العملية الانتخابية في ليبيا من عدمه بإجراء انتخابات برلمانية أولاً؟ تعبد الطريق لنظيرتها الرئاسية بعدها، مقترح دعت إلى تفعيله القوى الوطنية للتغيير خلال اجتماع جمعها بطرابلس الثلاثاء بالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، وهي القوى التي تضم مجموعة من الأحزاب الليبية. ويليامز التي أعلنت عودتها إلى العاصمة الليبية طرابلس لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف وتبحث مصير العملية الانتخابية، أكدت في لقائها ذلك على الحاجة لمواصلة المضي قدما إلى الأمام وتحقيق تطلعات قرابة 3 ملايين مواطن ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت في الانتخابات. لقاء آخر جمع ويليامز خلال الساعات الأخيرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، استعرضت فيه جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، حيث أكد الجانبان بحسب بيان للمجلس الرئاسي على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي وإنجاح المصالحة بين الليبيين تمهيداً لإجراء الانتخابات. بالمقابل يحيط غموض حول طبيعة وأهداف لقاء سري منتظر بين النقيضين رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرية، وسط حديث عن رغبة بحلحلة الانسداد الحاصل بين المكونين، وهو الأمر الذي يستبعده مراقبون في الوقت الراهن على الأقل. دعا حزب إعادة التأسيس الشيوعي في إيطاليا حكومة بلاده للضغط على المغرب، حيث حتى أقول يمتثل لما أسماه واجب حماية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا التي تخضع للإقامة الجبرية منذ نوفمبر 2020. وأكد الحزب في بيان له على ضرورة التدخل الفوري والقوي للحكومة الإيطالية من أجل الضغط على السلطات المغربية لضمان حماية الناشطة خيا التي تعاني المرض والمضايقات والكف عن الانتهاكات المتكررة بحقها. إلى فلسطين المحتلة، أين أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تعليق الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام الذي امتد لنحو 5 أشهر رفضا للاعتقال الإداري.
وقال محامي الأسير إنه تم التوصل إلى تسوية مع سلطات الكيان الصهيوني يوقف بموجبها أقول أبو هواش إضرابه مقابل الإعلان عن انتهاء الأمر الإداري الحالي في 26 من فبراير القادم. بعد 141 يوم من إضراب الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش عن الطعام، قررت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، ووفقا لمصادر فلسطينية تمت الموافقة على تعليق الإضراب مقابل الإفراج عن الأسير بعد انتهاء التجديد الحالي بتاريخ 26 فبراير، على أن يبقى خلال الفترة الحالية في المستشفى لمتابعة حالته الصحية التي وصلت وضعا متدهورا بعد تعرضه منذ أيام لنوبات إغماء تستمر لساعات، ما أثر على تركيزه العقلي وعجزه عن شرب الماء بشكل كامل. تأتي هذه المستجدات في ظل تأكيد فصائل المقاومة الفلسطينية أن المساس بحياة هشام يمثل قلبا للطاولة قد يصل لحد قصف الكيان، في وقت شهدت محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية إضرابا شاملا في كل مناحي الحياة، قبل أن تدعو الفصائل الفلسطينية إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب شعبي دعما للأسير، وأن تجوب المسيرات كل أرجاء الوطن ومخيمات اللجوء والشتات. وكانت الفصائل دعت أيضا المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية للقيام بواجبها تجاه الأسرى الفلسطينيين وملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما طالبت الفصائل السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن علاقات بلاده بالدول العربية والغربية مهمة ويجب العمل على تطويرها في مسار يرعى مصالح الجميع. ونشرت صفحة الرئاسة اللبنانية على منصة تويتر تصريحات الرئيس اللبناني التي أكد من خلالها حرص بلاده على إقامة علاقات متميزة لاسيما مع دول الخليج في مقدمتها السعودية، مشيرا إلى أن هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا. أعلن مسؤولون أوروبيون أن مفاوضات فيينا بخصوص النووي الإيراني قد تنتهي قبل انعقاد الشهر بسبب ما تصفه عدم جدية طهران ومحاولتها كسب المزيد من الوقت مع المضي قدما في برنامجها النووي. وقال المندوب الروسي إلى المفاوضات أو مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني السفير ميخائيل أوليانوف إن هنالك حاجة للتركيز على مسألة رفع العقوبات الأمريكية في المفاوضات الجارية مع إيران في فيينا، لأنها ما زالت العقبة الأكبر والأكثر تعقيداً. اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 400 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل، لتحافظ بذلك الدول الرئيسة المنتجة للخام على مسارها في زيادة الإنتاج بشكل متواضع دون تغيير، متجاهلة ضغوط متحور أوميكرون وكبار المستهلكين. وبموجب الاتفاق الجديد سترفع حصة إنتاج الجزائر من الخام ب10,000 برميل يوميا الشهر المقبل. هذا ما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في اجتماع تحالف أوبك بلس عبر تقنية التحاضر عن بعد. يعني بالنسبة للجزائر زيادة 10,000 برميل في اليوم ليصل الإنتاج الإجمالي للجزائر في شهر فبراير 982,000 برميل في اليوم. إلى الرياضة، أين يواجه المنتخب الجزائري اليوم نظيره الغاني وديا بعد تربص تحضيري خاضه بقطر استعدادا لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون. مواجهة قوية تكتسي أهمية كبيرة للطرفين، خاصة بعد إلغاء المواجهتين الوديتين لكلا المنتخبين. كسائر المنتخبات الإفريقية المشاركة في الطبعة 33 من الكار، انطلقت تحضيرات المنتخب الجزائري للعرس الإفريقي بتعداد مبتور، تعداد مسه فيروس كورونا ولم يسلم من القرار المجحف للاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم تسريح اللاعبين المحترفين أوروبياً مبكراً. أشبال الناخب الجزائري جمال بالماضي وبهذه العوامل
أرادوا الإبقاء على صرامة التحضير للهدف الأسمى، الدفاع عن التاج الإفريقي، إلى أن وديتهم الأولى ضد غامبيا ألغيت. ومن جانب واحد لأسباب واهية لا تمت للاحتراف بصلة تحجج بها الغامبيون، الآن بقي أمام محاربي الصحراء ودية واحدة أمام منافس عنيد له باع طويل في الصرح الإفريقي، منتخب البلاك ستارز. غانا ستواجه الجزائر بعوامل مشابهة تماماً في لقاء يكتسي أهمية بالغة على كل الخطوط، فنياً، بدنياً وبسيكولوجياً. اللقاء ولو كان ودياً تحضيرياً إلا أنه سيكون خاصاً بين منتخبين كبيرين، أثبت ذلك على مدى الأعوام الأخيرة. وأمام مهمة الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية، يبحث بالماضي عن كتابة سطر جديد له ولمنتخب بلاده، تماماً كما فعل عام 2019، ذلك أمام غانا وما بعدها. حظ موفق لمنتخبنا الوطني. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، في أمان الله.